من مصر. أول تابلو كنت طايرة فيه في أول برايم كان بالنسبة لي تحدي، لأن كنت خايفة جدا مرعوبة من الأماكن العالية يعني. بس لما غنيت وغنيت حلو والكل قال لي إن أنت غنيتي حلو، حسيت نفسي إن أنا قادرة إن أنا أكمل في ستار أكاديمي، وقادرة إن أنا أقدم أحلى حاجة عندي، لأن أنا خلاص كسرت خوفي جوايا. أول ما قالوا هايدي موسى مش عارفة يعني، بس كنت حاسة إن أنا خلاص ببتدي حياة جديدة، ببتدي صفحة جديدة في حياتي، والحمد لله إن أنا كفيتها للآخر. أول ما دخلنا الأكاديمي بجد كان ما كنتش متخيلة إن أنا خلاص في الأكاديمي اللي بحلم بيها بقالي سنين، اللحظة اللي كان نفسي أعيشها من زمان دخلتها وعشتها. إزاي بقى تعرفنا على بعض، وإزاي قربنا من أشخاص يعني أنا كنت مش متخيلة إن ممكن أقرب منهم. عرفنا بعض كويس قوي، رقص وضحك وهزار طول الوقت وغنى. يعني بتمنى بجد ان كل لحظه كنا عشتها في الاكاديمي استغلتها صح وكنت استمتعت فيها. يمكن انا كنت يعني اكتر حد مسالم في الاكاديمي، والحمد لله يعني كذا حد قال ان انا ما اتغيرتش، فضلت زي ما انا لحد دلوقتي. العكس، يمكن انا يعني انفتحت اكتر، بقيت اكتر قادره اتعامل مع اللي قدامي، بقيت كويسه. معرفش، عمري ما كان عندي مشاكل مع حد، او فكرت ان حد متضايق مني او انا متضايقه من حد، لان يعني الحمد لله بحترم الكل وبحب الكل. فبالتالي الكل الحمد لله كان بيحبني، وكان برضو دايما في حدود بيني وبين اللي قدامي. يعني عمر ما حد تعدها عليا، عمر ما حد ضايقني بكلمه بصراحه. بس واتمنى ان انا كمان اكون عندهم نفس الشعور من ناحيتي. طبعا شعور التوب 1 جربته مرتين، كان من احلى الاحاسيس اللي حسيتها في حياتي، خصوصا ان انا كنت اول واحده اطلع توب 1 في السيزون. فكان بالنسبه لي خطوه كبيره قوي في حياتي، ان انا حسيت ان انا رقم واحد في وسط 18 حد. يعني كان بجد احساس حلو قوي. ومش هتكلم عن النومينيه لما طلعت، لان انا كنت حاسه ان انا عموما يعني من النوع اللي بخاف شويه، وثقتي كانت ممكن تهز في نفسي، فتهزت فتره، وده اللي خلاني اقع. يعني انا كنفسيا هو اللي وقعني، مش ان انا مثلا كان صوتي مش حلو على الاغنيه، او ان انا ما كانتش ظابطه معايا. فيمكن لما انا قويت نفسي وقويت نفسيتي اكتر، رجعت الحمد لله تاني واحسن من الاول. بالنسبه لي اكتر مره وقفت على المسرح وحسيت ان انا غنيت بكل اللي جوايا وكل اللي في قلبي بجد، ووصل للناس ده الحمد لله، يوم ما غنيت المحكمه مع عباس. ستار أكاديمي تحدي، ستار أكاديمي حياة جديدة، ستار أكاديمي إصرار، ستار أكاديمي نجاح.